يا عم صل على النبي، صل على النبي بس، خد صل على النبي يا عم، صل على النبي ما تصورش، صل على النبي يا عم بس بالراحه، ما يصورش يا عم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. السلام عليك يا ابو عمو، عامل ايه يا الغالي؟ يا بابا دلوقتي يا الغالي احنا عدينا عليك كده وقلنا نختاروا حاله كده نختبروها ايه في الاختبار الايه الاجتماع، احنا في شهر رمضان صح؟ دلوقتي احنا بنصور وعايزين نفطروا معاك. ما تصورش بعد اذنك كده، انت بيتك فين؟ بيتك فين؟ بس ما تصورش، ما تصورش ايه يا عم؟ يا عم ما تصورش ليه؟ صور على النبي، صل على النبي بس، خد صل على النبي يا عم، صل على النبي، صل على النبي يا عم بس بالراحه، بالراحه ما يصورش يا عم، بالراحه يا عم ما يصورش. طب صل على النبي، انت تفطر على راس بس ما يصورش. انت منين يا صاحبي؟ انا من جنة. انت من جنة؟ طب تمام. ماشي، انت من جنة على عيننا على راسنا، يعني اهل الكرم. تمام صح كده؟ صح كده، والصعيد احسن ناس، احنا بقى بنصوروك عشان نعرفك يا عم. شيل هنا ده ما تصورش يا عم يا ريس، هو كده كده اتصور، كده كده هينزل يا عم، ما تنزلش. هو نزل يا عم، انت تفطر على راسه من فوق بس يا عم، انت هتفطرنا وهتطلع الصعيد اهل الكرم، وهم كده كده اهل كرم بس ما تصورش حاجه يا عم برضه يا عم. طب انت عليك طار يعني، خايف من حاجه يا عم؟ معلش حاجه لا كسرها والله. تكسر ايه يا عم؟ والله كسرها الكاميرا دي. لا يا عم ما تقدرش تكسرها يا عم، على راسنا. لا يا عم ما تقدرش تكسرها والله، تكسرها يا عم مش هينفع، مش هينفع والله يا عم بالراحه. انت يا انت يا ان الله. طب صل على النبي بس، عليه الصلاه والسلام. تعالى صل على النبي، صل على النبي. احنا دلوقتي، احنا دلوقتي مش انت، مش الصعايد اهل كرم يا عم؟ اهل كرم بس ما تصورش برضه يا عم، ما تصورش، انا مش عايز اتصور يا عم. انت ما تحبش، انت خايف من حاجه يا عم؟ ما خايفش من حاجه، معلش حاجه يا عم، بس احنا ما نحبوش شغل الهامك ده يا عم. تحب الشغل الهامك خالص؟ خالص يا عم. لا حول الله يا رب يا عم، ما فيهاش حاجه يا عم. انت تفطر على راسه طب افهم مني الاول يا اخي، افهم مني، افهم لا مني. اله الا انت قفلتها خالص ليه كده يا عم؟ خلاص هي قفلت والله، قفلت خالص. طب لا حول الله يا رب، خلي بالك الفيديو ده لايف، يعني انت كده يا عم ما يتنشرش. صوت وصوره انت كده طالع، صوت وصوره يا عم، طالع صوت وصوره. بص يا عم ما تصورش، وشك طلع، وشك طلع خلاص، وشك طلع. لا لا ما يطلع وش، مفيش مفر، انت وشك طلع يا عم، ما تصورش يا عم. افهم بس يا عم، صل ما تصورش، صل على النبي، صل يا اخي، ما ينفعش تزقني كده. لا اله، قلت لك ما تصورش يا عم، ده برنامج خير، برنامج يا عم خير، خير على راسي، احنا جايين نعمله معاك خير. انت تفطر على راسه من فوق بس ما تصورش. انت لو كنت فطرتنا كنت هنعمله معاك خير، انت مش عايز تفطرنا. تعالى يلا المغرب باقي عليه خمس دقايق، نفطر مع بعض ونتفل بعضيك بس ما تصورش. ما تصورش تمام، هي كده ما بتحبوش تصوره، ما بنحبوش شغل الهامك ده. قلت لك انتوا عندكم التصوير تمام، ما حدش بيصور عندنا الكلام ده، ما عندكمش الكلام، ما عندناش الكلام ده. بعد اذنك خليك في الكاميرا ما يصورش. لا حول الله، لا حول ولا قوه، بس خلي بالك انت كده البلد كلها شافتك يا عم. ما تشوفنيش، مش عايز حد يشوفني يا عم. انت البلد كلها شافتك خلاص، مش عايز حد يشوفني يا عم. يا عم انت طلعت على الفضائيات، طلعت على الفضائيات والله يا عم، مش عايز حد يا عم. انا عايزك اضحكك والله، انت بتعصب ليه؟ ما تضحكنيش يا عم، ده اصلا شغل استهزاء ده يا عم. استهزاء؟ ايوه يا عم يا اخي، والله احنا بنقدم برنامج حلو يا عم، برنامج على راسي يا اخي. رمضان كريم، على راسي يا عم، الله اكرم يا عم، الله اكرم يا عم، صل على النبي، الله اكرم من الجميع. بس ده بيقول خير 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 على النبي. يا ابو احنا ما نحبوش الصور، انت تفطر على راسه من فوق لكن تصور ما ينفعش. ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. هلا والله، خلاص يابا خليك في الكاميرا. طب انا اقول لك، اقول لك حاجه تهديك انا. اتفضل. انا اقول لك حاجه حلوه تهديك. انا مش عايز اهدى، انا خلاص قلت لك يا رايح. اقول لك حاجه، ولو ما هديتش والله، قلت لك على اللي فيها كسرها والله. لو ما هديتش يبقى ليك بكلام، انت احسن راي وشكلك راي محترم، بس انا حاسك عليك طار يابا. معلش طار والله، اوعى تكون عليك طار. اهو ايوه كده، ايوه كده، هتلاقيك دي كمان. لا 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 سيب دي، طب اعمل لك ايه؟ طيب انت معلكش طار يعني؟ معلش طار، طب ما خايف من ايه؟ ما خايفش من حد، بس احنا ما نحبوش الشغل الهامج ده. قلت لك مالكش انت في الكلام ده، قلت لك مره ممنوع، ما نحبوش الشغل ده. انت جاي هنا تشتغل يا ابو؟ احنا جايين ناكل عيش يابا. حصل، بس احنا ما جايينش نصور. انت سايب بلدك في شهر رمضان وبتاع. اه يابا متغرب في شهر رمضان، بعيد وبعيد عن اهلي، ومش عاوز شغل الصور ده. ما شاء الله. طب انا هقول لك حاجه حلوه بقى يا عم، انا هقول لك، هقول لك حاجه حلوه، حاجه بص هتريحك خالص. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً
لحم أخي ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ايه رأيك بقى يا ابو عمه؟ يا باشا صوتك زي العسل حبيبي، والله ينور القرآن على راسي وانت على راسي من فوق كده. هتقول لي بقى نزل الفيديو بس بقى. صح؟ لا ما تنزلوش. انا مش عايز تنزله ولا عايز كاميرا. يا راجل ده انا قلت لك القرآن بصوت يا حلو. يا باشا انت صوتك حلو والقرآن على راسي من فوق، بس انا مش عاوز تصوير برضه خالص. انت قالوا لك ما تصورش مين خالص، هو ما فيش عندكم ده كده، ما عندناش الكلام ده. احنا اول مره نشوفه شغل الهامج ده احنا. الناس بتاعت اكل ايه؟ لا يابا احنا قاعدين في رمضان بناكل عيش، احنا متغربين بعيد عن بيتنا بناكل عيش يابا. بس احنا برضه شغل كتير يعني، احنا مش بنقدم اي حاجه. احنا يا باشا انت على راس من فوق يا بابا، انت بتقدم قران ومش فول 14. انت على راس من فوق. ايوه بس في عيال ما لقاش تاكل وقاعده جنبه، فغلط. ما في شغل كتير قاعد بتوكلي. وبيصوروا في شغل كتير والله. بس اللي يطلع اللي يطلع اشتغل. بس خليه بعد اذنك يقفل الكاميرا ده برضو. خليك في الكاميرا ده بعد اذنك يعني. يا عم مش هينفع يا عم. انا بقول لك بعد اذنك عشان ما اكسرهاش. بالله عليك يا اخي. والله هكسر. والله انت كلامك زي العسل، والكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم للشباب اللي قاعدين في بيوتهم ده والله هكسر. هنزلوهم والله يا عم. ما تنزلهمش يا عم، انا مش عايز حاجه تطلع. ما انت قلت كلمتين حلوين. طب انت يا برضه عمال يدور على الطوب. انا شلت الطوب كله من حواليك يا حاج. الله يكسري عشان خاطر. معلش عشان خاطر ماشي برضه. لا حول الله يا رب. ده يا راجل مفيش موضوع يا راجل انت. طب خلاص احنا قفلنا الكاميرا شباب، ما انت شفت كده. والراجل كنت هتعوره وعيب بالله عليك. تعالى كده بص في وش الكاميرا هتلاقي الراجل اتعور. تمام الراجل اتعور يا اخي. انت راجل دمك حر وراجل محترم. بص احنا قفلنا الكاميرا خلاص. انت عايز تفطر؟ قلت لك تعالى افطرك على الله. احنا كده كده هنفطروا معاك. احنا مش بنهنا من فوق. بس ما تصورش. ممنوع. ما تصورش. مش ممنوع عاوز صور. تصور مش عاوز صور. طيب بس بالراحه بس. طب دلوقتي احنا هنصلي على النبي. انت دلوقتي زي ما قلت بيشتغل. ما بيشتغلش. هو ده شغل. ماشي ليه اشتغل؟ تمام. في شغل كتير. انت قلت كلمتين عجبوني خالص الكلمتين دول. في شغل كتير. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ احنا الحمد لله مش يعني مش معتمدين بس على الكلام ده. احنا شغالين الحمد لله. اخوك راجل مهندس يا باشا. انت على عيني وعلى راسي يا باشا. راجل مهندس مدني بشتغل في مواقع وبشتغل بلوم فوق راسي من فوق يعني مش عواطلي مش بقعد. بس احنا بنعمل حاجه حلوه. أحد. احنا بنعمل حاجه بس ما تصورش. طب صلي على النبي. انا جاي كمان اصوره. تمام. انا هفهمك بالراحه. طبعا. احنا زي ما بننشر دلوقتي السوشيال ميديا دي بقت خلاص مستنقع أعيلة. لكل حاجه هي اعيل. بس لا زي ما احنا ما في نشر للحاجه الوحشه لازم يبقى في نشر للحاجه الحلوه. يا باشا انت على راسي من فوق وانت احسن من اي حد والله. والله العظيم. طب احنا وقت بقى ايه؟ احنا بننشر قران يا باشا. ايه رايك بقى ننشر قران؟ انشر وانت برضه تعاملت بشكل حلو يعني. انت مش ظاهر في الفيديو بشكل وحش. انشر القران. انت قلت لنا هتفطرنا على راسنا من فوق. يا باشا انشر كلام زي العسل. انشر القران بس.